جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا ويقول: جاء في إحدى الآيات القرآنية الكريمة قوله تعالى: نور على نور، هل تحدثون عن هذه الجزئية من تلكم الآية الكريمة؟ الآية الكريمة ذكرها الله سبحانه وتعالى لما ذكر المساجد، قال سبحان الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، يعني نور الزجاجة مع نور النار مع نور الزيتون النقي، فهي أنوار تجتمع صافية. وهذا مثل الإيمان في قلب المؤمن، مثل الإيمان في قلب المؤمن في بيوت أذن الله أن ترفع وهي المساجد، فيجتمع نور الإيمان في القلب ونور المساجد التي هي بيوت الله سبحانه وتعالى. نعم.